اجتماعات مكثفة لتوسيع دائرة الحوار الوطني، وذلك من أجل إيجاد حلول لوقف الإضراب واستئناف الدراسة، هي رسائل حملها مستشار رئيس الجمهورية في التعليم العالي الدكتور حسين مسار حسين، وظل يشرحها للحاضرين حتى الوصول إلى نتائج من شأنها أن تأتي ببدائل إيجابية تصب في المصلحة العامة. أعتقد أن الآن الظروف أصبحت مواتية، وأن نحن دائما همنا الوحيد هو المعلم، وهذا هو هي توجيهات مشير جاد فخامة الرئيس إدريس ديبي تنو، دائما يهتم بالمعلمين. أنه وعدهم بحلول معجلة وليست مؤجلة، تلك هي توجهات رئيس الجمهورية المارشال إدريس ديبي تنو.